رسم الجداريات يتطلب مهارات عالية جدا، من أهمها أنه إحنا نسوق الرافعة. يعني بالنسبة لي أنا تعلمت كيف أني أسوقها عشان الموضوع يسهل لي وأعتمد على نفسي. جداريه ام كلثوم من اكثر الجداريات اللي استمتعت فيها، فيها تفاصيل في الملابس، في الملامح. الملامح بالنسبه لي كنت اشوفها تحدي. طرقت تقريبا مده الجداريه هذه تقريبا 3 ايام، طولها يوصل الى 18 متر. فخوره جدا انه جدارياتي تعتبر من أهم معالم البوليفارد، وهذا شيء أفتخر فيه ويسعدني كثير. طموحي ما يقف هنا، طموحي قاعد يتوسع. بالنسبة لي من أهم أهدافي أنه أنشر الفن السعودي في كل العالم.